اصلا قافله بسرعه. سمدت. تجمع انا يعني انت سالتوني عن ايوب ليش، فانا اسمحوا لي بقول نموذج شخصي. يا حلو. سلام. انا نشات في بيت فيه فرح رغم انه بيت اشبه بالمستشفى. الله. رابع ابتدائي، ابوي في الله يرحمه فرق بيني وبينه 57 سنه، مريض جلطه وضغط وزلال واملاح وبنكرياس، لكن هذا امراض صدق يعني، وهو وقتها يعني سنه 64 عمره 64، ما له علاقه بفرحتنا في العيد. ايه وليله العيد يغني لنا ويغني لنا رقم امراضه. سبحان ابوي الله. بعد بقول كلمه مهمه يا جماعه حق اخواني واخواتي المشاهدين الكرام، ابوي ربان سفينه، ربان سفينه يكون شديد حازم، لكن داخل بيته ابوي مو ربان سفينه. عجيب. ربان السفينه يكون شديد، حياه البحر نفس شده البر اشد، صح، بس ما يقول والله البيئه صعبه والتضاريس ومنطقتنا جبليه او صحراويه او الاسكيمو. هذا كلام يا جماعه مو صح نقوله كذي كاننا قاعدين في الجامعه نناقش في علم الاجتماع ولا في علم الانسان انثروبولوجي. لا، الواحد من الليله اليوم الان احنا نتكلم، شو اللي يمنع انسان يبعث رساله حلوه حق زوجته ولا ولده ولا بنته ولا امه ولا ابوه؟ ما له علاقه بيئتنا ونشاتنا. الشيء الثاني، لما انا سنه 1964 عاد حسبوها هجري ما اعرف، يا جماعه اطلع العب من غرفه ابوي الله يرحمه، قاعدين عنده احنا انت قهوه، هو مريض بس قاعد يعني يقدر يمشي بس مرض ثقيل، بطلع العب قدام بيته والله العظيم يا جماعه والله بين فراشه الى باب السكه 20 متر. اذا جيت بطلع العب مع اصحابي وانا سليم ما فيني شيء معافى في بدني وفي عقلي وفي نفسي، يقول لي وادعتكم بالسلامه يا ضوى عيني، بفراقكم ما غمض جفني على عيني. الله سبحان الله. وهو وين بروح عاد؟ مو رايح اني مثلا مسافر ولا دراسه ولا علاقه، بلعب امام البيت مو مره ولا مرتين. وادعتكم بالسلامة يا ضوى عيني، وفراقكم ما غمض جفني على عيني. هذا أنا وقتها عمري تقريبا 10 سنوات، أنا الحين 66 سنة كأني أم سامحة. سبحان الله العظيم. نبدي بليلة العيد، ليلة العيد أبوي يغني لنا أعداء في هذه الكويتية تدري، باكر العيد بنذبح بقرة، يعني يغني لنا. يا سلام يا سلام. زين زين، خلقوا باللهجة الكويتية، يتحلى على ثيابنا، يتجمل، يغازل مشيتي وانا في رابع متوسط. تكفون يا جماعه، اناشد الاباء والامهات، انا مراهق والله ابوي غازل مشيتي، انا مشيتي عاديه، مشيت يعني ما عندي مشيه مميزه. لا وانت شاب، يعني شاب انت كمان يعني كلمات اليوم مراهق 14 15. إيه؟ ابوي غازل مشيتي اللي لبسه بالعيد يمسح علي، والله انا عمري 14 سنه ياخذني ابوي المريض اللي فيه الجلطات والضغط والزلال، ياخذني عليه بشته رحمه الله عليه، احنا مستبحين حق العيد، ياخذني يلمني يشمني برقبتي ويقول يا بعد امي وابوي يا بعد طوايفه. لا اله الا الله. سبحان الله العظيم. والله ما ولا هو بخطر، والله ولا هو بخطر يا جماعه، يعني انا اسميها التربيه بالحواس الخمس، بس بقى ياكلني يشمني ويتحسسني ويلمني ويقول لي بالصوت ويخليني، واذا حط اذا كان مشته العيد حاطين اللي احنا نسميها اسمها في السعودي المنقله او الدول فيها الفحم، المنقل او المنقله او المنقل المشد، وهو المريض يجيبني اذا سبحت وياخذ ثوبي من طرف عشان اتدفه، وهو يبي له خلق يا جماعه. هذه واحد في جلطه لا خلق يفتح ثوب ولده يقول له تدفه ويصبر عليه. فانا اناشد الاهالي اللي يسمعونا اليوم، اباء امهات اخوان خوات، يا جماعه لا ندخل تضاريس منطقتنا ولا ندخل الخلق ولا ندخل عندي ظروف صعبه في العمل ولا ندخل علي ديون، ما يا جماعه ما له علاقه. احنا يوم القيامه الله يحاسبنا فرد، كل واحد بروح الله يحاسبه والله اعلم فينا منا. دكتور خلنا نبسط الامور. دكتور وانت تتكلم الكلام هذا يعني يعني ارجع بالذاكره الى ابائنا ويعني واجدادنا في ذلك الزمن، يعني كانوا في اول شيء في شظف عيش، ما يعني ما كنت اتوقع انه فيه يعني قلوب طيبه والسن جميله جدا عذبه مثل ما ذكرت الان. وانا ما اقول هذا دارج، هذا اختيار ابوي الله يرحمه فضل الله،
يا جماعه خلي اقول شيء، خلي اقول شيء يا جماعه، ترى انا احب السعوديه واحب قناه المجد، قاعد مع اهلي، قاعد في بيتنا، والله والله يا جماعه عندي واحد من ربعي الكلام هذا قبل اسبوع، متقاعد عمره 58 سنه، عندهم في الحديقه ورد جوري عطري، اذا رجعنا من صلاه الفجر يقطف ورده، لان مو دائما في عده ايام يصحي زوجته حق الفجر يمر الجوري على انفه عشان تصحى على ريحه العطر. عجيب. وهو يا جماعه عنده مشاكل، عنده هموم. واحد شاب ثاني عمره 40 سنه لي دخل البيت جاي من العمل يقبل ايد زوجته بدون مناسبه. هذه اختيارات. ايش طبعا يا جماعه تكفون، عندي ملاحظه، الله يرضى عليكم يا ربع المجد، مو معناها اليوم الحين اهل السعوديه طالعين بالشوارع كل واحد عنده ورده توري يشمم زوجته ويصحيها. هذا وش نسوي يا جماعه؟ هذه من نفس، هذا خيال يا دكتور، هذا خيال. يعني يا جماعه هو مو مقصود الورده، يعني يا جماعه انا ما سويت التلطف، خيركم خيركم لاهله، يعني انا هذه ما سويتها، سويت شيء ثاني، اقطف ورد فل ياسمين احطه باناء واحطه يم الطاوله اليم، يعني مكان ما تامر خالد لما تفتح تشوفها انا سوي، لكن اشممها لا والله ما سوي الصراحه. طيب بس دكتور يا جماعه تفضل تفضل دكتور. يا جماعه واحد شفته قبل كم يوم عندنا بالكويت، انا يا جماعه لان اجمع هالقصص، لان عندي برنامج يومي كذا على الكويت الساعه 9:30 المساء اسمه البيوت الجاذبه، فانا اخذ قصص من الحياه، بس هذا مو كل الناس، لا لا عندنا ناس ما يسوون هالشيء وفيهم جفاف وفيهم غلظه، بس اللي يبي يختار. شفت واحد يلاعب حفيدته على العجله هذه اللي كان حصان مجسم يحطون فيه فلوس يمشي، حفيدته عمرها 3 سنوات انا ما اعرفه، هو حول 60، قلت له اسمح لي بس اتدخل، لان يا جماعه يا يختفر العمود يطلع لها، يا يصورها، يا تتلاقى الكفان مع بعض كف بكف يتلاقون. قلت له شلون؟ قال يا دكتور اسكت، انا والله العظيم خنقت العبره. قلت له ليش؟ قال الله رزقني باربع بنات يتنافسون في بري. يا الله. يقول قلت حق امهم قولي لهم بس دللوني وايد، يقولها بالكويتي طلعت دلور بس. هذه اختيارات من البنات، نقول حق بناتنا هي تختار تسلم على ابوها، تقول له طرفه، تلبسه، البس، تمشط شعره، تخازل اللبسه. هذه اختيارات يا جماعه. وليله العيد، ليله العيد خاصه، خلنا نعطي احسن ما عندنا، نقلد بسمه الرسول عليه الصلاه والسلام، ونقلد ضحكته لما تبدو نواجذة، ونقلده لما يتهلل وجهه بشر وسرور. اليوم مباشر الليله جميل جدا. الدكتور أيوب.